هي لأنها هي موجودة بمنهاج يعني. هلا بداية هيك كلمتين على السريع، ما موجودين دول بالسلايدات، على وليد طبيعي. شفت هلا وليد تمت ولادته بالفور، شو الأشياء اللي بدنا نقيمها؟ طبعا أكيد في مشعر أبقار بالدقيقة الأولى والخامسة وهيك، فهدول يعني مو بصدد بدي أحكي عنهم، بس إنه بالتأمل العام هذا اللي بيهمني أنا. التأمل العام للطفل حركز هون نحن على الناحية الصدرية، تمام؟ يعني أنا لما بدي أتأمل شو أول شي بدي أشوفه؟ من الناحية الصدرية بدي أشوف إذا في علامات عسة ولا لا. علامات العسة ولا لا حنشوفها بهذا الفيديو هيك على السريع. بتفتحوا لي إياه من الدقيقة 30، من الدقيقة 30 تقريبا، من الثانية عفوا 30 للثانية، يعني شي 30 ثانية بس نشوف علامات العسر على السريع. إيه لا بال هلا بعدته هيك لحاله، شوفوا لي على السريع وعطوا نظر على حركات جدار الصدر بشكل يعني دقيق. هلا بدي حدا يوصف المنظر اللي شافه توصيف هيك تعبيري، يعني شو شفنا، شو بالتأمل توصيف عادي. يعني هذا الطفل اللي شفناه بالفيديو شو عنده مشكلة؟ عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة كمان طبيعي؟ ما سمعت. طيب بدي توصيف للمشكلة. شبه التنفس؟ طيب المنظر اللي شفناه بحركات جدار الصدر هذا شو بنقول عليه؟ شو قلت دكتور؟ تنفس بطني، عم بتنفس بطني عم بتحرق. ايه شو يعني هذا الحكي؟ يعني تنفس فكحي وعدد مرات التنفس في زلة، في تسرع عدد مرات التنفس، صح. في شغلة كتير مهمة ناحية القص، شو كان عم يصير؟ كان في عنا سحب تحت القص، ما حدا شاف سحب تحت القص شلون حوالين القص عم يطلع جلد البطن وينزل، فهذا سحب تحت القص. يعني نحن هون وصلانين لآخر تقريبا مرحلة بالسحب. السحب يبدأ وربي بعدين فوق القص بعدين تحت القص من ناحية الشدة. يعني الفكرة بس أنا أني بالتأمل بقدر أشوف شلون الجلد عم يطلع وشو عم يفوت ويطلع من هالمنطقة، يعني تحت القص أو فوق وحسب يعني المرحلة اللي وصلانة إلى العسرة التنفسية. طيب هلا هذا المنظر أكيد منظر مرضي ما حدا بيختلف عليه، نحن حنركز على هذا المنظر. طبعا الوليد الطبيعي أكيد ما رح يكون عنده هي الزلة، بس في عنده سرعة معينة بالتنفس. مين بيعرف المجال الطبيعي للتنفس عند الوليد؟ لحد قديش بيعتبره طبيعي؟ وإمتى بقول عنده زلة؟ شو الرقم؟ مختلف جدا عن الرقم عند البالغين. بالنسبة للولدان بنقول لحد الستين، لحد الستين رقم التنفس عنده طبيعي، ننتبه له القصة، تمام؟ كمان ننتبه للنبض، النبض 110 لـ160. فمعناتها أنا بالتأمل عندي من الناحية الصدرية أهم شيء شوف إذا في علامات سحب وقيم عدد مرات التنفس، تمام؟ الزرقاء شو رأيكم بالزرقاء؟ الزرقاء لها خصوصية عند الولدان، الزرقاء المحيطية ما كتير بعول عليها، تمام؟ هاي معلومة مهمة. الزرقاء المحيطية باليدين والقدمين شائعة باليوم الأول، وممكن يكون سببها الستريس ما حول الولادة، إنه الطفل عم ينضغط، ممكن الحبل السري عم يضغط على عنقه، ممكن بالمجيئات مثلا الوجهية أو الجبهية كمان بيصير في عنا انضغاط، فهذا كله ممكن يعمل هالزرقاء هي المحيطية. فالزرقاء المحيطية عند حديثي الولادة انتبهوا لها، ما لها أهمية كتير، أهمية مرضية ما لها. اما الزرقاء المركزيه طبعا هي اللي بتهمنا، ننتبه للقصه. طبعا بالتامل العام اكيد بدنا نطلع على الراس، على محيط الراس، على اليوافيخ، على اللون اليرقاني اذا موجود اول 24 ساعه، فحص العينين، فحص النبض. حنوقف شوي عند النبض لانه ممكن يهمنا هلا. النبض لازم ناخده بمكانين، فخذي وعضدي، يعني فوق القناه وتحت القناه. بالنسبه للتعرف القناه هون لما الوريد والشريانين السريين هون يلتقوا كذا ويعطونا
الدوران الجنيني الخاص، فلازم انا اخذ شيء فوق او شيء تحته. ليش؟ مشان افات القلب، انتبه لافات القلب الولاديه. هي شغله ثانيه، تفاوت الاشباعين بين فوق وتحت ممكن يدلني على هي افات القلب. وشغله ثانيه انه بدي اتامل الشريان السري والوريد السري، يعني اذا كان مثلا شريان بدل شريانين ممكن انا اشك بافات قلبيه او كلويه مرافقه. هي ممكن شوي تساعدنا لموضوع التنفس، هلا حنشوف ليش كتشخيص تفريقي. وطبعا بنكمل باب بفحص الجهاز التناسلي والعمود الفقري اذا في شوك مشقوق الى اخره. هالامور هلا ما بتهمنا، والمنعكسات الذاتيه. هي بشكل عام لمحه سريعه جدا لفحص الوليد. نحن سلطنا الضوء على الناحيه الصدريه وشفنا وليد غير طبيعي. اما طبعا الوليد الطبيعي رح يكون لونه زهري مو ازرق اكيد، رح يكون عنده معدل التنفس ضمن السوي، النبض ضمن السوي الى اخره، ورح يبلش رضاعه من اول ما يعني يصير في تمسكه امه وتبلش ترضعه بشكل طبيعي، ما رح نلاحظ عنده اي مشاكل. هذا الوليد الطبيعي. طيب هلا نحن هاي الصوره رح نتركها شوي، ننزل شوي للسلايد صفحه. كمان في شغلة بدي نوه لها، الحالات هون ترتيب عرضها ما له علاقة أبدا بنسبة الشيوع أو الأهمية، ننتبه للقصة تمام؟ لأنه كتير 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 مو شوي، راح ساعات وأنا عم دور على الحالات الشائعة، فللأسف لقيت الحالات الأقل شيوعا حاطين أكثر من الشائعة، وهذا الحكي بواقع مهم مثل أوسموزز مثل أمبوس، فما لقيت تقريبا كل الحالات اللي بديها. فمشان هيك في حالات حاضطر أشرحها بس سلايدات، ما لها حالات سريرية. ويعني انا ما حبيت بصراحه الف حاله من عندي، فيني الف حاله من عندي، بس انا يعني بدي شيء يكون اكاديمي اكثر تمام. فمشان هيك هلا شوفوا لي صفحه، نزل بالله لتحت، وكمان ما نحاول يعني نسبق على السلايدات مشان ما يصير في هيك، يعني اعطوا فرصه لحالكم بالتفكير. هلا هدول اخر شيء اخر واحد تقريبا، اخر صورتين. مثل ما عم لكم ما له علاقه القصه بالشيوع، ترتيب العرض وترتيب الحكي اللي نحن نحكي ما دخله بالشيوع وبالاهميه. وانا اخر شيء رح اذكر الحالات من حيث الشيوع والاهميه بالنسبه لتسبيب ضائقه. معناتها نحن بصدد شو؟ انه اجاني طفل بالحاله اللي شفتوها بالمنظر اللي شفتوه، ممكن يكون مو لهالدرجه الشديده هي، بس عنده زله، عنده علامات سحب، ممكن يكون عنده علامات زرقه. شلون بدي اتصرف؟ هي حاله من المهم تدبيرها بشكل سريع تمام. مشان هيك نحن عم نناقشها. هلا اللي عندي هون الطفله عمرها 3 ساعات، شفتوا لي اياها الحاله، بدي مشاركه ولو تخبيص ولو غلط، المهم نفكر تمام، بدنا نفكر سوا. هلا عندي هي الطفله عمرها 3 ساعات، عم تقول انه في عندها اختناق تمام، في عندها سعال قلس او يعني ارتجاع تمام، لاول رضعه رضعتها، لحد هلا اي العلامات؟ شو الشيء التنفسي منها؟ اختناق زائد سعال. هلا ولدت بالاسبوع 41، شو اسمه هذا؟ شو بنقول عليه الاسبوع 41؟ الاسبوع 41 حمل مديد. شو تعريف الحمل؟ تمام. طيب الحمل المديد 41، الخداج قد ايه؟ تمام، تحت ال 37 اسبوع خداج، ممتاز. هلا عندنا هون طبعا من ال 37 بقى لل 40 او اقل بيوم من ال 40، هذا بنعتبره تمام حمل. هلا عندنا هون ولاده مهبليه، طبعا بهمني ما ننسى باي طفل حتى بالمشفى بنشوفه، نسال عن طريقه الولاده، الاختلاطات التي حدثت مع الام ما حول الولاده او اثناء الحمل. انتبهوا كتير كتير للقصة. لما تستجوبوا ان طفل بمشفى الاطفال تسألوها خمسة اسئلة شو هني؟ واحد شو قلنا؟ بسرعة اكتبوهم اذا بدي، انا كتير بحب يعني الشخص يكتبه وعم يتلقى معلومة جديدة مشان ترجعوا له، وانا كل جلسة برجع بسأل عن المعلومات اللي عطيتها، فبتمنى انه ننتبه للمعلومات تمام؟ مهمة جدا. واحد معناته شو بنسأل؟ بنسأل عن ما حول الولادة وأثناء الحمل. أثناء الحمل صار مع الأم شي اختلاطات، أخذت شي أدوية، تعرضت لأشعة، عندها إسقاطات متكررة،
واهم شيء تسالوا عن العنايه، تلقت عنايه، تلقت مثلا وضع هلا الحالي وما سبق، شفتوا الازمه وهيك، في امهات مثلا صار في عندهم نقص فيتامينات شديد، نقص حمض فوليك شديد، زاد هذا الشيء من حدوث مثلا عيوب الانبوب العصبي وعيوب جدار البطن، تشوهات جدار البطن، تشوهات الانبوب العصبي بتزيد مع بتسعه، وهي كارثه. يعني عيوب الانبوب العصبي مثلا مثل القيله السحائيه مشكله، بتنتهي بشلل سفلي، بتنتهي بعدم استمساك مسرات. شغله مهمه نسال عن سوابق الام، مو هيك يعني اعتباطي الامور، لازم اسال الام تغذيتها، العنايه تلقتها، حدث مع شيء، اي اختلاطات اثناء الحمل، اي انتانات، اي ادويه، اي تعرض لاشعه، اي ردود، تمام؟ وهي اثناء الحمل، تمام؟ هي بنسميها بيرينيتال او قبل بري، قبل الحمل، قبل الولادة عفوا، بيرينيتال ما حول الولادة، وين ولدت، بظروف صحية عقيمة، طريقة الولادة، تمام؟ صار في شيء اختلاطات او ردود، صار في شيء مثلا انعقال كتف، رأس، كسور مع الجنين، اي شيء، اي اختلاطات نطلب من الام لنا اياها، تمام؟ طيب هي معناتها حكينا شغلتين قبل ما يولد الطفل، بعدين شو لازم نسأل بعد ما ولد وبلش يكبر وهيك؟ نسأل عن، او قبل ما يكبر، قبل ما يكبر نسأل عن الرضاعة، الرضاعة مثل ما كنا شايفين هون، الرضاعة بالبداية شلون رضعته، تمام؟ طبعا اذا طفل اكبر بسأل انه هل استمرت على الارضاع الطبيعي، هل هناك مشكلة بالارضاع، ما تحمل حليب الام، او الى اخره، تفصيلات بقصة الارضاع جدا مهمة. واذا طبعا ارضاع صناعي بدنا كمان نستفسر عن السبب والاستطباب والى اخره الام. بعدين بسأل عن تطور الطفل، هذا الحكي طفل اكبر من هالعمر، انا بنحكي السوابق هون لانه عمره 3 ساعات وقفنا عند قصة الارضاع، بس اذا العمر اكبر من هيك بنكمل. ليش انا عم احكي؟ لانه هلا نتابع نحن بجلسات الاطفال، هاي مو اول جلسه حتكون، مو اخر جلسه قصدي، فبدنا نتابع. فبدي اسالكم المره الجايه اذا طفل اكبر من هالعمر شو بتقولوا لي، بدي حدا يجاوبني، اذا ما حدا بيجاوبني مشكله، تمام؟ معناتها شو قلنا، ظروف الحمل، ظروف الحمل والولاده، مراقبه والتغذيه والاهتمام اللي تعرضت له الام، وظروف ما حول الولاده حكيناها من ردود والى اخره، اللقاحات واخذ الطفل لفيتامين كي، انتبه للقصه ان شاء الله بدي افصل فيها المره الجايه. مقاسات الطفل طبعا هلا هون بيحكوا عنا بجوز بهي الحاله. التطور الروحي الحركي اذا طفل اكبر من هيك كمان بنحكي عنه من ناحيه حكيه ومشيه الى اخره. ويعني اذا في سوابق ثانيه مهمه من اسقاطات وغيرها، اذا في قرابه بين الوالدين، تمام؟ هاي الامور يعني هلا الاساسيه بتمنى ما ننساها. رح تلاقوا هون انه مكتوب، شوفوا يعني مو معلومات هيك للترف، مكتوب انه الام كان في عندها يعني مشكله بيرينيتال كير، تمام؟ يعني ما وصلنا يعني عفوا تلقت يعني عنايه كامله ما حول الولاده، ما كان عندها مشكله، ونعملت تحاليل مخبريه، تمام؟ وهي هلا عم يقولوا لكم انه بالثلث الثاني للحمل، شو بستنتج انا بالثلث الثاني وكذا والى اخره، بتستنتج انه الام عم تراقب حالها كانت، تمام؟ عم تراقب حالها ولقيت انه في عندها استسقاء مياسي. لحد هلا شو معلوماتنا؟ لحد هلا بالنسبة للحمل كان حمل مديد، تمام؟ وبالنسبة للاستقصاءات كان في عنا قصة استسقاء أمنيوسي. هي بالسوابق، بسوابق هي الطفلة يلي لسه هلأ ولدانة وعندها سوابق، هلأ ولدانة وعندها سوابق، قال ايه شو هنين هدول اللي ذكرناهم؟ انتبهوا لهالقصة، انتبهوا لسوابق الطفل حديث الولادة، تمام؟ يعني ممكن الواحد يقول شو يعني سوابق طفل حديث الولادة، ما يخطر له، هي هي سوابق حديث الولادة، عم ركز عليه لانه مهمه، لانه اذا طلع الطالب استجوب بالاطفال وما قال لهم هي الامور يعني بدهم يعلقوا، بيعلقوا بالنسبه لطالب خامسه، بس بالنسبه لطالب سادسه بالمقابله بيقولوا له الله معك، اذا كان يعني اذا كانت مقابلته استجواب. هلا صرفت عليها وقت منيح، بتمنى انه يعني نعطيها حقها. فمعناتها هلا ننتقل للسطر يلي بعد، شو صار في عندي لحد هلا مفاتيح سريريه، يفضل اذا شخص عم يكتب يحط عنده المعادله التاليه يلي هي طفلة بقصة حمل مديد، بنحط عنا سعال زائد اختناق زائد ارتجاع. شو يعني ارتجاع؟ قلص، قلص لمحتويات الرضعة الأولى، يعني طلعت كل شيء رضعته، هلا منوصف بصفاته، منفصل بصفاته. هلا ننتقل للي بعده، عم يقولوا لي إنه كان في عنا مثل شو اسمه هذا بصق سائل أمنيوسي، يعني عملوا لها هي تحريض، تمام؟ تحريض ميكانيكي ببصق الاغشيه الامنيوسيه من ساعتين، تمام؟ لانه يعني هي فاتت بحمل مديد، بالتوليد اكيد بتعرفوها الخامسه. فهلا الابغار عم يقولوا لكم التسعه كان اول شيء،
وخمسة تمام، كان تسعة بالساعة الأولى والثانية، يعني من عفوا بالدقيقة الأولى والخامسة، تسعة من عشرة أخذت تمام. أبغى مثل ما قلنا بتقيم بالدقيقة الأولى وبالخامسة، من حيث النبض، من حيث التنفس، من حيث إذا في علامات زرقاء، لون الطفل، حركته، بكاءه إلى آخره. فهي عندها ياهن قد مقوية تبعه، عندها ياهن بالمرتين تسعة، شلون يعني وضع منيح ولا لا؟ إذا تسعة من عشرة بالدقيقة الأولى وبعد خمس دقائق، معناته الطفلة بحالة جيدة تمام، ما لا بحالة حرجة، لأنه حسب طبعا النقاط نحن بنقيم حاجة الطفل لعناية أو لا، عناية مشددة. هلا هي عندها تسرع بالتنفس، تسرع بالقلب تمام، وفي نقص أكسجين، يعني هيك سريريا لما عملوا فحص لقوا هي القصة. هلا ننتبه إنه كمان بتتمة الفحص الطفلة عم تبكي وفي عندها مفرزات من تمها تمام، وفي عندها حالة كرب تنفسي واضحة واضحة، وانتفاخ بالبطن، انتفاخ بطن ما حدا هيك يتخربط شوي شوي، علامات عسرة طلعوا فوق، في سعال وفي اختناق تمام، مفرزات بالفم، في فوق ارتجاع، فصلوا شوي شوي. هلا عملنا فحص وفي انتفاخ بالبطن. هلا بالاصغاء في عنا خراخر وين؟ بالرئه او بالقاعده الرئه اليمنى، في خراخر بقاعده الرئه اليمنى، معناتها تنفسيا شو الموجودات؟ موجودات العسرة. شو يعني موجودات العسرة؟ مثل اللي شفتوها بالفيديو، في إلى درجات مثل ما قلنا حسب شدة الحالة المسببة للعسرة، تبدأ بأبسط درجاتها بتسرع تنفس فوق 60 إلى السحب، السحب مثل ما قلنا كمان له درجات، إلى حالة الطحة الزفيرية وأخيرا الزرقة. شو هي الطحة الزفيرية؟ يعني بيعمل لك طفل تمام، بياخد نفس وبيدفع بقوة، وبيسألوكم أوقات تمثلوها بالمقابلة تمام. فهو مثل أنه عم يبذل جهد لحتى يزفر، فهي اسمها الطحة الزفيرية، كمان هي علامة متقدمة على العسرة. وآخر شيء الزرقة، فمعناتها حفظنا الدرجات، التسرع أول شيء فوق 60، يعني هي أنه إذا بس تسرع طبعا، إذا بس مقتصر على التسرع، إذا الحالة أصعب بصير في سحب، كل ما كان السحب يعني كل ما كان أكتر، مثلا فوق القص وربي أكيد لح يكون درجته متقدمة أكتر من لما لو بس وربي، شامل الثلاثة مع تحت القص، شامل لك شيء أكيد هذا أشد تمام، وهكذا لنصل للطاحة لنصل للزرقة. كل ما كان في علامات عسة تنفسية أكتر، كل ما كانت الحالة أشد. ما ننسى دول العلامات الأربع، سؤال فحص كان، سؤال مقابلة. هلأ وين صرنا؟ هي شو عندها من نون؟ هي الطفلة عندها تسرع التنفس تمام، وعم يقولون عندها، ما قالونا هلا قصة الزرقة ولا الطحة ولا السحب، بس قالونا في سعال وفي هي المفرزات اللي وصفوها وفي الكراخر. هلا بفحص الشرج عم يقولون لكم الشرج سالك تمام، لأنه عم يعملونا فحص سريري كامل، مشان هيك هلا أنا كنت عم عدد يعني شو الأشياء اللي بدنا نفحصها. كمان هلا هنن شو عملوا؟ جابوا انبوب تمام، وغرزوا انبوب انفي معدي وانبوب رغامي وفوتوهم، انبوب انفي معدي وانبوب رغامي. من وين نفوت الانبوب الانفي المعدي؟ انبوب رغامي انبوب انفي معدي، وين فوتوهم هذول يعني؟ في حدا هون؟ اشوف اذا في ركز. هلا لا عم اقول وين بدنا نفوتهم هذول، تمام، انه عبر الفم وعبر عبر الفم تمام، عبر الانف، عبر الفم وعبر الانف بنفوت هي الانابيب. هلا ما بيهمني ليش، هلا بنشوف ليش، بدي انا بس نخلص توصيف. هلا منكمل. كانه مقطوشه لحالك مالتها. لا تمام. هلا كمان حطوا قسطره بالوريد السري، المهم عملوا صوره صدر وشافوا هذا المنظر. هلا بتمنى ما حدا يعطيني جواب فورا، انا ما بدي جواب، بدي مقاربه تمام، بدي قارب الخيارات الموجوده، فما حدا يعطيني جواب، يعني انا متاكده انه في ناس عرفت الجواب. هي صوره الصدر قدامنا. هلا في خيارات، بما انه نحن السنه الخامسه لسه ما عندنا يعني كثير معلومات حول حال الحاله، رح نقرا الخيارات. الخيارات عم يقولوا لي اياها: رتق منعر ثنائي الجانب، فتق حجابي خلقي، رتق عفاج، رتق مري،
مع ناسور رغامي مريئي، واخر شيء رطق مري معزوف يلي كتير مستعجل انه يحل يبعث لي على الخط. في لسه تحت نكمل خيارات تحت. استنشاق عقلي وحلقه وعائيه، هدول خيارات قديش عددهم؟ 7. هدول كلهم تشخيص تفريقيه لهالحاله تقريبا. تمام، يلي حابب كتير هيك يحرق الحاله يبعث لي على البوت، بس ما حدا يحكي رجاء لانه بدي اشوف العالم كيف عم تفكر. هلا بدايه شوي شوي وحده وحده نشوف رتق المنعار، رح نقاربهم بالتدريج عشان ما يصير يعني حسب طريقه عرضهم تسلسل عرضهم مشان ما يصير في انحيازات وحدا يفكر بشي غشي. رتق المنعار ثنائي الجانب، حدا يعطيني هيك من هالحاله شيء يتوافق مع هذا الموجود. يعني انا اذا بدي اقول هاي الحاله شو يعني رتق؟ رتق يعني انه هذا العضو المجوف في انسداد. تمام مسكر عند نقطة معينة، لأنه نحن بالحياة الجنينية بتكون كل الأجواء يعني الأجواف مثلا المعوية الكذا إلى آخره بتكون بشكل يعني مصمت، بعدين بصير فيها عودة تقني. يعني هون ما انفتح هذا الغشاء، ضل مسكر. طبعا ممكن يكون عصبي ممكن يكون غشائي، المهم إنه المنعر يعني هو الفتحة الخلفية طبعا للبلعوم الأنفي، للأنف على البلعوم الأنفي، لتجويف الأنف على البلعوم الأنفي نعرفه. المهم شو الشيء الذي يتوافق مع هذه الحالة؟ الطفلة عندها سعال وعندها اختناق، شو رأيكم نحطه هاد كتشخيص تفريقي؟ يعني بينحط انه في علامات عسرة، شوي ما بتقدر ها اذا في رتق منعر ما بيخليه يتنفس وقت الرضاعه. يتنافى مع الارتجاع، يعني يتنافى مع الارتجاع. حلو انه انا ما فيني افسر الارتجاع بسياق رتق منعر، حلو الحكي. طيب غيره، عم نقول هلا انه في مثلا استسقاء منيوسي، ممكن هذا الشيء يدعم رتق المنعر ولا ما له علاقه فيه؟ ما له علاقة. حلو. طيب في شغلة هون أو شغلتين مهمين ما بدنا نحن مو دخلنا بوب أنفي رغام، أنا بوب أنفي رغامي لازم يكون يعني نحن. رائع يعني شاطر شاطر بكل شيء مو بس باللغة ما شاء الله، وهون كمان الله يعطيك ألف عافية. هذا الجواب اللي بدي إياه، عم ندخل أنبوب وفات، ما قالوا لنا إنه في مقامع أثناء إدخال الأنبوب، معناتها هذا الشخص او هذا هي الطفلة ما في عندها انغلاق بالمنعر. هي واحد. اثنين، العلامة الاساسية السريرية الواسمة لرتق المنعر هو هي ممتاز زرقاء تتحسن عند البكاء. رائع ممتاز. زرقاء ليش زرقاء؟ انسداد كامل بمجرى التنفس، تتحسن عند البكاء لما عم يفتح تمه، عم يصير في عندي لما عم يفتح تمه من اجل البكاء عم يصير في عندي منفذ اخر للهواء فعم تتحسن الزرقاء. رتق المنعر نفكر به امام كل حديث ولاده لديه زرقاء تتحسن على البكاء. 2، بادخال الانبوب الانفي المعدي نجد مقاومه. طبعا اذا كان ثنائي الجانب رح تكون هالاعراض، اما اذا كان احادي سوف تتاخر بالكشف، متأخر الكشف، ممكن يصير طفل يعني وأكبر لحتى تنكشف، لأنه حيكون في معاوضة من المنخر المفتوح من العرق المفتوح. تمام؟ معلومتين بس لرتق المنعر ثنائية الجانب، بتمنى ما ننساهم. زرقاء، ليش زرقاء؟ قطعنا الأكسجة نهائي، تتحسن على البكاء لما عم يفتح تم عم يصير في مجرى آخر، زائد دخول بالأنبوب. تمام؟ معناتها هي سبب من أسباب العسر التنفسية، وهو يعتبر سبب نادر، يصنف مع الأسباب النادرة. فانتبهوا، بس بيحبوه بالأذنية، بيحبوه بالأطفال، بيحبوا يحكوا عنه. تمام؟ وبيحبوا يتحروا، بيتحروا بالقصة هذا شو اسمه هذا الأنبوب. تمام؟ ممتاز، أحسنت. اللي بعده الخيار الثاني نناقشه. قال فتق حجابي خلقي، فتق حجابي خلقي. شو هذا الفتق الحجابي الخلقي؟ في عنا صورة فوق صفحة فوق بالبي صفحة، شوفوا لي اياها صفحة 12
هاي صفحة 12، هاي فتق حجابي خلقي. هذا يلي بالأحمر كاتب يكون diaphragmatic hernia، تمام. الفتق هون تحت مطلعين من الرسمة كبد وأمعاء وفعسين الرئة وفعسين القلب، تمام. الصورة اللي تحت نفس المنظر، مطلعين جزء من فص الكبد الأيسر مع الأمعاء، كمان عاملين خمص للرئة. يلي تحته صورة شعاعية، شايفين هاي الفقاعات يلي إليك مثل حدود بيضاء، هي عبارة عن الأمعاء المليئة بالهواء وطالعة ودافشة، شايفين القلب والرئة وكلهم صاروا وين؟ بأقصى اليمين. إذا لاحظتوا كل الصور على اليسار، لأنه هو الأشياء أن يكون باليسار. الصورة اللي بعدها نفس المنظر، هي عبارة عن أمعاء، إذا بتطلعوا على البطن ما بتلاقوا فيه، يعني شايفين شلون ما عاد في هذه الفقاعة الكبيرة هي الكولون، وفوق صارت الأمعاء الدقيقة كلها تحت، كلها قصدي فوق بالصدر، تمام. هذا هو الفتق الحجابي الخلقي، وهو أشياء أن يكون وين؟ إنه باليسار. طلعوا لي على هاي الصورة، الأمعاء وين موجودة؟ الأمعاء بالبطن، ما في عنا أي انضغاط بالصدر، الصدر طبيعي، تمام. انتبهوا، يعني مو زي رقبي. هذا شو ما فهمت؟ تمام، يتنافى مع قصة الفتق الحجابي. الفتق الحجابي كمان بيتظاهر بأعراض عسلة تنفسية، تمام، بس الفكرة انه يعني الصورة الشعاعية جدا بتساعدني، تمام. وطبعا ممكن يتأخر، يعني ننتبه لقصة الفتق الحجابي، ممكن يتأخر، مو دائما بيتظاهر عند الولادة فورا، هاي قصة مهمة. وحتى كمان يعني بتشوفوا بتلاقوا منهم كتير هدول بمشفى الأطفال، إنه خاصة يلي بينولدوا عند قابلات أو شيء وهيك، إنه ما في عناية، فبيتم إهمال الحالة، تمام. ما ننسى إنه 85% من الحالات بالجانب الأيسر، بس الحالات اللي بالجانب الأيمن إنذارها أسوأ. المهم إنه غالبا بالجانب الأيسر، وبتشوفوا ظل الأمعاء معناتها بالفوق. وممكن كمان إذا فوتنا أنبوب أنفي معدي يعني نلاقيه كمان وصلان يعني موجود بالصدر كمان يعني، بس اهم شيء الصوره، تمام. هلا شو اهم اختلاط له؟ بدي من الفتق الحجابي هالمعلومتين فقط، انه ممكن يتظاهر بعسله عند التنفسيه عند الولاده، الشعب اليسار، بس اهم اختلاط له شو هو؟ الصوره فوق. شو ممتاز، عسر تصنع بالرئه، عسر تصنع يعني الرئه ما بقى تكبر، هذا الشيء رح ياثر على وظيفتها، وممكن يتطور الامر لفرط توتر رئوي. يعني حتى وقت قال الدكتور نادر انه من أهمية الحالة، صار تم تطوير عملية يعني جراحة عبر داخل الرحم لإلها، يعني ايه انه يعني المهم انه مو جراحة، يعني في تداخل معين، ما فهمت عليه وقتها، بالون مدري شو بنعمل. المهم انه في إلى تداخل مشان انه ما يصير هذا الاختلاط الخطير، يعني تخيل بصير واحد بقى عايش كأنه برئة واحدة، معناتها نفينا بسبب الصورة الشعاعية، تمام. هلا والخيار الثالث، رتق عفاج. شو دخل رتق العفاج؟ نحن هون شو عم نحكي؟ تنفس. شو يعني رتق عفاج؟ رتق يعني مسدود، ايه التظاهر الاساسي. هلا انا عندي عفاج مسدود، هون شو صار عنا بهي الطفلة عند الرضاعة؟ صار ارتجاع. مين اسرع، الارتجاع ولا الاقياء؟ اسرع ارتجاع، تمام. الاقياء هو غالبا يطلق وصف يطلق على الاكل يلي قعد بالمعده وانهضم، تمام. ممكن طبعا يكون تجاوز يعني مثلا وصل للعفاج وصار اسمه صفراوي، بتعرفوا انه في اقياء صفراوي. طيب هون الطفله لسه الرضعه الاولى طلعت عندها، هاي شغله. حدا كمان يشتغل شعاعياً شو عندي؟ قياءات تكون صفراوية، ايه تمام، ممكن تكون صح. حلو حلو، قياءات رتق العفاج، ممتاز. هاد اللي بدي اياه، ما لح تكون يعني بدها شيء كمان، تمام، ممتاز. بدها شيء ساعتين لسه، مو فورا. حلو، بس العلامة الشعاعية المميزة مثل ما قالت الفقاعة المزدوجة. شو يعني فقاعة مزدوجة؟ من لا أنا كان لازم حطها والله، من لاقي لا طولي بالك. فقاعة مزدوجة يعني هواء بمكانين، حفظ بجيك إياها. الهواء يلي
بمنطقة ما بعد العفاج، ما بعد الانسداد، وهو بالمعدة. فمش هيك بنقول عليها الفقاعة المزدوجة. الفقاعة المزدوجة برتق العفاج، والفقاعة الثلاثية وين؟ يلي عنده هي شو هي؟ شو هذا الدكتور؟ سمعيني شوي، مثل ما قلت ممتاز رتق تمام تمام ما بنعرف نحن مو موجودة بنهاجة. رتق مثل ما قال الدكتور رتق الصائم والثاني يعني بعد دودنا. ممتاز ممتاز رتق الصائم تمام. بس يلي عنده صوت يلي عنده ضجة يطفي هذا صوت ولاده مدري شو يعني بحافرجيكم فقاعة المزدوجة. فننتبه معناتها لأهمية الصورة الشعاعية أثناء شو مقارب. هاي الصورة كتير نموذجية، معناتها شو الشغلات يلي عندي إياها برتق العفا. طفولنا المكبل لو سمحتوا، والله مظابطة. يلي بيعرف عنده ضوجة يعني طبعا. هلا هي علامة الفقاعة المزدوجة، شوفوا لنا اياها. بس شوف استنوني بس دقيقة لظبط هون.